السلام عليكم. كما تعرفوا المصريين والسيسي على راسهم، وانا ما نقولش المصريين باسكو هما شعب لا حول ولا قوة لهم، منعوا نقص تلفزيون، منعوا قافلة من المساعدات اللي كانت رايحة لغزة. ما حبوش يدخلوا الدواء والانتيبيوتيك والماكلة والإخوان والخوتنا الفلسطينيين. وهنا يقول لك السيسي سيعاقب، من عند من سيعاقب؟ على كل حال ربي يعاقبه، احنا نرفدو يدينا للسماء ونقولوا ان شاء الله ربي يعاقبه. يسمى تنحي الخبزة لشي ناس اللي ما مش قادرين، ودرت لهم انحي حصرتهم في جهة وبعت هذيك الجهة. والله انت ارخص من الرخص، ارخص من الرخص يا السيسي. وعلى جال الفلسطينيين نقتلوك.